شبح الحرب الباردة عائدة إلى بريطانيا بعد أكثر من 10 سنوات بصحبة مقاتلتين استراتيجيتين أحدث وهما B-2 وصلت إلى قاعدة فيرفورت غرب بريطانيا 3 طائرات من نوع B-52 والمعروفة باسم الطائرة الشبح. Alright, so this is the bomb bay. We can actually hold missiles or bombs in here. These are called cluster racks. تمكنت البي بي سي من مصاحبة طاقم إحدى هذه الطائرات خلال مهمة تدريب للتحليق في محاكاة لضرب أهداف مفترضة بشكل دقيق وعبر أشعة الليزر وبأسلحة من بينها صواريخ كروز. رغم أنها طائرة كبيرة إلا أن مساحتها تبدو مستغلة لأقصى حد، هنا أسفل العمليات وهنا أعلى هناك الطيارون، تبدو مثل غواصة أكثر منها طائرة، ذلك لسبب وجيه وهو أن معظم المساحة مخصصة للوقود وبالطبع الأسلحة. أوضح المسؤولون عن المهمة أن الطائرة لا تحمل أسلحة كما أن رحلتها مخطط لها من قبل، لكن المهمة تأتي في سياق تصعيد أمريكي في الأنشطة العسكرية في أوروبا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا. أعتقد أنه في أي وقت تعتبر خطوة إرسال قاذفة رؤوس نووية سواء كانت طائرة B-52 أو B-2 بمثابة رسالة يمكن تلخيص محتواها في تطمين حلفائنا في المنطقة. قبل 10 سنوات انطلقت بعض هذه القاذفات من نفس القاعدة الجوية البريطانية للمشاركة في حرب العراق، لكن هذه المرة تبدو المهمة أقرب إلى استعراض العضلات بدلاً من فرضها.